مستر نعم مستر، نعم احنا تفضل. الكلمات دي هنتملاها ازاي؟ لا طب بصوا بقى الكلمات، حابب اقول لكم الحل ازاي بقى، ازاي نسمعها. نخلص وبعد ما نخلص هخش معاكم نتكلم في الموضوع ده، تمام؟ تمام. طيب ناخد كده مع بعض الكلمات بسرعة، لأنه قلت لكم أهم حاجة حفظ الإيه؟ ها؟ كلمات برين. برين. بين برين. لا برين نردد كده مع بعض، برين. برين الأول الدرس اسمه إيه؟ senses at work. senses senses، at senses work. اللي هي الحواس. الحواس الإنسان، السمع والبصر والكده. برين. Brain. Brain. انفورميشن. Formation. مش انفورميشن. Inform. نيرف. Nerve. نيرف. Nerve. نيرف. Nerve. ريسبتور. Receptor. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ ريسبتور. Receptor. انا بقول الكلمة Receptor. اكتر من مرة، لان انا ما يهمنيش مين اللي يسمع الشرح ده، انا يهمني انتوا اللي موجودة معايا، لان انا قلت لكم كل مجموعة لها طريقة شرح مختلفة. أنا بمشي حسب مستوى المجموعة. هانجري. Hungry. Hungry. هانجري. Hungry. ثيرستي. Thirsty. ثيرستي. Thirsty. هيومنز. Human. هيومنز. Human. هيومنز. Human. اول. All. اول. All. مانجوز. Mango. ده النمس، حيوان كده اسمه النمس المصري. مانجوز. Mango. سبريد. بريد سبريد. بريد اسكيب. سكيب اسكيب. سكيب ريفليكس. ريفليك ريفليكس. ريفليك سينسز. سنسز سينسز. سنسز ساوند. ساوند ساوند. ولذلك ساوند كنتوا بتسمعوا الفيديو لما بعته، وتيجي الكلمات برضو ترددوا معايا، يعني لما اقول ساوند تقولوا ساوند. ساوند. سايت. سايد سايت. سايد الجي اتش دي سايد سايلنت. سايت. سايد شاربر سينس. شاربر شارب. شارب يعني حاد قوي، يعني شارب هنا بمعنى حاد. شاربر سينس. شاربر شاربر. طبعا انا ما بقولش العربي لانه مترجم قدامنا. كوميونيكيت. كوميونيكيت اسمها ايه؟ كوميونيكيت، لان الكلمات دي كلها كوميونيكيت هتقابلنا في الدرس دلوقتي. كوميونيكيت. Community. انفايرومنتس. Environment. انفايرومنتس Environment. دي اخذناها قبل كده، اسمها ايه؟ ايكولوكيشن، فاكرينها؟ Environment. Location. ايكولوكيشن. Location. ايكولوكيشن. Location. ستيمولس. Tremulous. ستيمولس. Tremulous. تانج. Tongue. تانج. Tongue. Tongue. انمي. Enemy. انمي. Enemy. تعالوا بعد ما خلصنا الكلمات نبدأ مع الدرس وعلى مهلينا واحدة واحدة كده. قلنا اسمه ايه؟ senses at work. how do the living organisms feel؟ يعني احنا الكائنات الحية، احنا مش الانسان ده living organism، كائن حي. الكات تعتبر living organism. بيقول لك how do living organism feel by، ازاي نشعر؟ انا لما تكون جعان مش بتحس انك بتقول انا جعان؟ لو انت عطشان بتقول عطشان، لو انت متعب، صح ولا لا؟ هاو. بقول لي هنا هاو، يعني بقول لي هنا ايه بقى؟ ده ايه ده؟ شكله ايه ده؟ ها. هانجري. هانجري. هنجري وده ايه ده؟ دي ايه دي؟ سيرسي سيرستي. سيرسي سيرستي عطشانه. ها. وده ايه ده؟ ايكو سيستم ها. توم ايكو وجيري بيعملوا ايه؟ ها. اسكيب فروم انمي. مش هما بيهربوا من بعض؟ مش توم بيهرب من ولا مين اللي بيهرب من مين؟ الاثنين ها. بيهربوا من بعض تمام، اسمه اسكيب فروم انمي. اسمها ايه بقى؟
سكين فروم كيرز اونلي. فروم ان وده ايه ده بقى؟ كولد. كولد. برافو كولد. عايز اقول ايه بقى؟ هاو دو ليفنج اورجانيزم فيل؟ ازاي بنشعر بايه؟ ها هانجري، ثيرستي، اسكيب ازاي فروم انمي، كولد. مين اللي بيخلينا نشعر بالحاجات دي كلها؟ انتوا فاهمين الدرس عن ايه دلوقتي؟ بريه اه هنا بقى بيقول لي تنفعلون ايه؟ هاو ليفنج اورجانيزم ار ريسبوندنج تو ذيم. بقول لي هنا ايه؟ احنا عرفنا في هانجري، ثيرستي، اسكيب فروم انمي، كولد. وبعدين بقى هيومنز، الانسان مثلا هيومنز اهو كان ليسن تو ميوزك ثرو اوريجان اوف هيرنج اير. هو احنا بنسمع بايه؟ كتير اير اللي هي الايه؟ ها الولد ده يسمع بايه؟ هير بندور اذن. يبقى هيومن كان ليسن تو ميوزك، كان ليسن تو ميوزك ثرو اوريجان اوف هيرنج، تمام، اللي هي الاير. طب قول بقى ديت، القول دي بقى اللي هي الايه؟ البومه. يس بتعمل ايه البومه دي؟ اهي دي شكلها البومه اهي، قول مالها؟ have sense of hearing senses of and sight، عندها احاسيس للسمع بس and sight، سمع ها ورؤيه. اسمها ايه بقى؟ hearing and sight. على فكره هي بالليل، hearing هي and نوكتيرنال. فاكرين نوكتيرنال انيمال؟ حيوان ليلي تقدر تشوف بالليل. hearing and sight to find their prey. حد عارف prey يعني ايه؟ اخدناها قبل كده. الفريش برافو عليكم الفريسه. يعني هي تقدر تسمع وتشوف الفريسه in the dark بالليل. ولذلك البومه كده تستخبى بالليل فوق الشجره، ولو لقت كتكوت ولا فرخه ولا حاجه تروح هاجمه عليها واخداها وهي ما فيش حد شايف حاجه. عندها ايه كام حاسه؟ هيرنج وايه؟ سايت، السمع والرؤيه. تو فايند ذير براي ان ذا دارك. طب ايه كمان؟ الدوج. الدوج عنده حاسه ايه؟ بصوا كده اهو، هاف فيري شارب، شارب سنس. انا قلت من شويه كلمه شارب يعني حاد، شارب سنس اوف هيرنج اند سميل. حد دي عنده كم حد؟ هو هنا كم حاسه؟ هيرنج السمع وسميل الشم. انتوا مش بتشوفوا الافلام يجيبوا الدوج يشم الحاجات المخدرات او يشم هدوم الحرامي ويخلوه يدور اللي يجيبه؟ عنده حاسه سميل الشم قويه وهيرنج. انتوا فاهمين احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ Yes. اتكلمنا على هيومنز، قول دوجز الكلاب. Therefore they are used in gardening. قال لي الكلب عشان هو hearing وسميل بيستخدم في gardening. حد عارف يعني ايه gardening؟ هو الكلب بيستخدمه في الايه؟ الشاب الحراسة. بيحرس البيوت، بيحرس الحديقة. اسمها ايه بقى؟ They are used in gardening. Gardening. Gardening الايه؟ الحراسة. The Egyptian mongoose بقى، مش احنا قلنا في الكلمات في حيوان اسمه منجوز؟ المنجوز ده بالعربي كي اسمه النمس المصري. ماله المنجوز ده؟ اهو ده الشكل بتاعه، شايفينه؟ يعني انا بحاول اجيب الصوره عشان تبقى باينه قدامي. ايجيبشن منجوز، ماله ده؟ ميك ساوند. بيعمل ايه ساوند؟ ساوند يعني ايه؟ صوت ايوه، سبريد انفورميشن تو اذر منجوز. هو موجود في منجوز مناجيز تانية هنا، هو بيعمل ساوند علشان سبريد بده يبلغهم رساله. جيف ريزون. قول لي جيف ريزون ليه؟ ليه بيعمل ساوند لاصحابه؟ to move from one place to another or when searching for food. بيعمل صوت
لأصحابه يتحركوا من مكان لمكان، أو سيرشنج فور إيه؟ أو سيرشنج فور إيه؟ ها فور فود. فود. فهموها الصفحة ديت ولا فيها حاجة صعبة؟ لا ما إيه ده؟ فيهاش حاجة صعبة. إحنا ماشيين خطوة خطوة ودرس سهل وجميل جدا. طيب قال لك وي نوتس ذات، بنلاحظ الآتي: animals have senses like a human. animals الحيوانات have senses like a human، يعني الـ animals والـ human عندهم ايه؟ senses. قلنا senses اللي هي الايه؟ الحس، الحواس، عندهم الحواس. النظر والسمع وكل حاجة. طيب ايه هي الحواس؟ مكتوبة اهي، يلا اقروها كده: hearing، sight، taste، smell، touch. ايه هي الحواس موجودة؟ hearing، sight، اللي قلنا الجي اتش ما بتنطقش، sight، taste، smell، ميل touch. تاتش دول ما عند مين؟ عند الانيمالز وعند الايه؟ هيومن. ايه كمان اهم؟ الخمس حواس اهم: hearing، ادي فين hearing؟ ادي hearing، فين hearing؟ اهي. فين sight؟ ادي الاي sight. فين التيست؟ التيست اللي هو ايه؟ ها اليد. فين سميل؟ الباوس سميل اهي. فين التاتش؟ نوز الهاد لا اسف، التيست، التذوق. فين؟ ها ماوس الماوس اللي هو التانج. امال فين تاتش التاتش؟ التاتش هاند. هاد بيقول لي some animals، مش احنا قلنا الانيمالز هاف سينسز لايك هيومن؟ بس بيقول لي ان في some animals have sharper sense of hearing or sight. في حيوانات عندها شارب، قلنا شاربر يعني ايه؟ حد حاد. يعني ايه حاد؟ يعني قوي. some animals have sharper sense، في حيوانات حادة hearing or sight، حادة السمع وحادة الرؤية. ازاي يا مستر؟ هنشوف دلوقتي. اي دوت sight ودوت الهيرنج. senses enable them to communicate with each other. هي الحواس دي فايدتها ايه؟ ها اقروا كده الجملة دي، انا عايز من اقرا لي يا فاطمة كده الجملة دي. senses اي senses، ايوه enable، البولي enable enable ها them to ايوه برافو، قولي ما تخافيش حتى لو غلط. ايه communicate communicate؟ with ايوه with it each it other. the other طب قولي يا سمر كده: sense senses، enable them لا to enable، communicate اسمها ايه؟ enable، enable تمكن، تمكن ها them to communicate communicate. برافو، with each other يلا يا كريم. senses Enable, enable, enable enable to communication communicate ايوه with each other. يعني انا بحاول اخليكم تقروا عشان تتعودوا على الموضوع ده، تمام كده؟ they use sound، هم بيستخدموا الايه؟ sound or movement to communicate. يعني ممكن حيوان ينادي على حيوان صاحبه، كلب يقول هاو، التاني يقول له هاو هاو، قطه تقول نو نو نو، بيكلموا بعض، هي لهم لغه هيفهموها. or movement to communicate، communicate عشان يتواصلوا مع بعض. اه شايفين دول؟ ها بيعملوا ايه دول؟ ها يا اما ساوند او موفمنت، حركات قصاد بعض، بيتفاهموا مع بعض، بيلعبوا، بيضحكوا، حرين بقى. so
they are able to adapt. ايه ده؟ فاكر كلمة adaptation؟ adapt يعني ايه؟ يتكيف. هم able to، عندهم القوة to adapt to their surrounding environment and survive. عشان كده عن طريق السنسز بيقدروا يتكيفوا مع البيئة and survive. واضح الكلام ده ولا في مشكلة؟ قولولي. واضحة؟ احنا ماشيين خطوة خطوة وكلمة كلمة. مسار ممكن تعالى هات يعني لا، اللي عايز يسأل اتفضل. ها، ممكن تعالى ثاني حد عنده سؤال؟ لو ما فيش سؤال هنتنقل على حاجة جديدة. يلا. strength of hearing اسمها ايه بقى؟ لا، الكلمة دي اسمها ايه؟ strength يعني ايه strength of hearing؟ قوة السمع. strength حاجة قوية. في ناس عندها بتسمع، يقول لك ايه ده؟ بيسمع دبة النملة. شوفوا النملة اللي ملهاش صوت، يقول له بيسمع رجليها. strength of hearing. شايفين الثلاث اشكال دول؟ مكتوب هنا ايه ده؟ ايه ده؟ هيومن ايوه. وده دوجز دوج وده دوج دولفين. دولفين ده دولفين بقى مقياس السماع. مين الاحسن واحد في السمع؟ الدولفين الدولفين. وبعدين يجي مين؟ الدولفين الدوج. وبعدين الانسان الدولفين اقل واحد فينا يسمع. هيومن حد فاهم الرسمة؟ يعني احنا حاسة هيومن السمع عندنا ضعيفة. الدوج قوية، الدولفين قوية جدا. جدا طب جدا الرسمة دي معناها ايه؟ احنا بنتكلم على ايه دلوقتي؟ strength of hearing اسمها ايه؟ strength of hearing لا، انطق، قولها كريم كده. انا عايز نتعلم ننطق. معلش، الحصة تمشي زي ما تمشي، احنا عايزين نتعلم. وانا قلت لك يعني لو ماما ولا بابا جابوا لك مدرس خاص في البيت مش هيعمل لك كده، هيقول الكلمتين وياخد بعضه ويروح. لكن احنا ماليش دعوه بالكلام ده، احنا عايزين نتعلم. يعني اسمها ايه بقى؟ قول يا كريم. strength of الجي hearing سايلنت. strength of hearing. strength of hearing قول يا سمر كده. سمورة. طب قول يا فاطمة. strength of hearing strength of ايه؟ of hearing. hearing ما ايه strength of ايه؟ hearing. hearing, تعال hearing. بقى نشوف الكلام ده. do the living organism in the graph. بقول لي بص لكلمة جراف. جراف جراف، عارفين جراف يعني ايه؟ يعني الصورة اللي قدامنا دي. هل الليفنج اورجانيزم اللي هو الهيومن والدوج والدول، ما ده كله هيومن، ما ده ليفنج اورجانيزم. هيومن ليفنج اورجانيزم، الدوج ليفنج اورجانيزم، الدولفين اللي ها ان ذا جراف هاف سيميلر هيرنج سنس. هل حاسة السمع متساوية؟ ها، هم نو عندهم كلهم سنس ولكن متساوية. يس ولا نو؟ نو نو ها، نو. نو ان مين الأقوى؟ الدولفين. مستر طلعني بس وبعدين مين اللي بعده؟ دوغ الدوج. ومين اللي بعده؟ الدولفين يبقى مين اللي هيومن سترينث؟ السترينث اوف هيرنج بتاع مين هنا؟ الدولفين. الهيومن الدولفين دولفين اللي هو الدولفين الدولفين يعني. طيب، دولفين سوبر سنس. هنتكلم بقى على الدولفين شويه. اسمه ايه بقى؟ ها، دولفين دولفين سوبر سنس. خير سوبر يعني ايه؟ سوبر يعني ايه؟ سوبر خارق، قوي خارق او قوي. حاسه خارقه، حاسه قويه. بص بقى الرسمه الجميله دي، ده الدولفين. هاف سوبر سينسز ذات هيلب ذيم. هو عنده سوبر سينسز اللي بيعمل بها ايه؟ ثلاث حاجات. نمبر 1 سيرفايف، نمبر 2 سيرش فور فود،
نمبر 3 بروتكت ذيم سيلف اندر ووتر. يبقى هو عنده سوبر سينسز، عنده سوبر ايه؟ ها بيعمل بيها ايه؟ كام حاجة؟ ثلاثة. أول حاجة بيعمل إيه؟ survive سرفايف. ها قول انطقوا أنتوا يلا. ها search for food سيرش فور فود. search for food لا اسمها إيه؟ بروتكت ذيم سيلف أندر ووتر. under water طب يعني إيه بروتكت؟ يعني إيه بس أي ما هو أيوه برافو يعني عليكي كده. أوعى حد يعدي كلمة بروتكت يحمي. بترجمها لكم وقت يحمي نفسه اندر ووتر تحت الميه. يبقى هو بيستخدم السوبر سينسز تو سرفايف سيرش فور فود. هنشوف ازاي بروتكت ذيم سيلف. اسمها ايه بقى قولوها كده؟ بروتكت ذيم سيلف اندر ووتر. مفهومه دلوقتي ولا لسه؟ تمام. The most sharp sense of dolphin. طب احنا قلنا عند الدولفين sharp senses. طب مين most sharp؟ مين الأقوى عنده؟ السايت ولا الهيرنج ولا ايه؟ ها؟ The most sharp sense of the sense of ايه؟ hearing. حاسة الايه؟ السمع. دولفين can hear all sound tones. الدولفين ده كان هيري يسمع all sound tones يعني كل النغمات وكل الأصوات اللي حواليه. يعني لو نملة ماشية على المية يسمعها. مش للدرجة يعني بس عنده إيه ها؟ سوبر سنس اوف هيرينج. تمام؟ إيه كمان؟ دولفين خليكم معايا الحتة الجميلة دي. يوز ايكولوكيشن. الكلمة ايكولوكيشن خدناها قبل كده فاكرين؟ مع مين؟ مع البات. مش احنا قلنا البات بيعمل ايكولوكيشن؟ يس اي برضو الدولفين بيستخدم ايكولوكيشن to detect the location of other living organisms in water. يعني هنشوف الصورة هنا. بصوا كده ده الدولفين بيبعت رسالة ساوند صوت. الصوت هيفضل ماشي. أم قابل هنا إيه؟ أوبجكت الفيش سمكة. إيه اللي حصل؟ الصوت بيبدأ شايفين ليه كده؟ يرتد يرجع على طول. هو بيحسب المسافة ويقدر يهجم وياكل ولا ما ياكلش، يهرب ولا ما يهربش. دي اسمها إيه اللي إحنا شايفينه ده؟ اسمها إيه؟ ايكو لوكيشن. اسمها إيه؟ ايكولو يعني يبعت رسالة ويستقبلها. ايه رأيكم؟ كلمات انا ماشي بالراحة خالص. يبقى دولفين يوز ايه؟ ايكو لوكيشن. طيب ايكو يعني ايه ايكو؟ كلمة ايكو دي يعني ايه؟ It is reflection of sound wave back. ريفليكشن يعني ارتداد الساوند ويف. اهو الصوت كان ماشي كده احمر اهو ثم رجع. ده اسمه ايه بقى؟ ريفليكشن ارتداده. يلا في جملتين صح وغلط، مين يحل الاولى؟ انا مين انت؟ مين؟ كريم؟ كريم. طب قول يا كريم الاولى انت يلا. ميل از وان اوف ذا بير اوف دولفين. هل السميل خاصية من خاصية الدولفين؟ نو ترو ولا فولس؟ فولس. السميل دي خاصية من خصائص مين؟ الدوج. يلا يا فاطمة. ايكو ايكو يعني هو الصدى. كلمة ايكو قلنا يعني بمعنى ايه؟ الصدى. ها هل دولفينز دولفين لوكيت. لوكيت يعني يحدد. ها اوعى حد يقرا جمله ومش عارف معناها.
ايكو هيلب دولفين لوكيت زير براي. هل الصدى ده بيخلي الدولفين يعرف البراي ده موجودة فين؟ ترو. برافو عليك ترو. شفتوا الشرح سهل والأسئلة سهلة معانا. نشوف حاجة تانية. How dolphin use echolocation property؟ ازاي بيستخدم الايكولوكيشن؟ اهو الصورة بتاعتنا بس جبناها ايه مكبرة. هنبدأ نقول بقى ساوند برودوسد باي دولفين. يعني ايه يا مستر؟ شايفين الضوء الاحمر ده؟ ها يس ده الساوند بتاع يعني الدولفين بيطلع صوت اهو. دي نمبر 1 اسمه ايه؟ اسمها ساوند ويف. اسمها ايه؟ ساوند ويف. يعني ايه ساوند ويف؟ ما قلت لكم اوعوا تخلي كلمة تعدي من غير ما نعرفها. موجة صوتية ساوند ويف. وبعدين بقى this wave travel اهي الموجة بتسافر، مسافرة اهي ماشية through water بتمشي خلال المية. وبعدين this wave hit object. عارفين هيت يعني ايه؟ هيت. يلا مين يقولها؟ طص تصطدم. تصطدم تخبط. تصطدم تصطدم. تصط هي اعتقد تصطدم. آه ماشي يمكن كانت غلط. this wave hit بتخبط او بتصطدم بالايه؟ ها؟ بالاوبجكت. الاوب ممكن يكون سمكه او اي حاجه تاني. طب وبعدين زي باونس باك. باونس باك يعني بصوا تحصل ايه؟ ها ترتد ترجع ترجع له مره تانية. ان ذا فورم اوف ايه؟ ايكو. ايكو هيلب دولفين لوكيت زير براير. الايكو الصدى ده بتخلي الدولفين يعرف المكان الفريسه فين عشان يهجم عليها وياكلها. انا عايزكم تفهموها. اهم حاجه في الموضوع ده ان حاسه ايه دلوقتي؟ الساوند عنده الايكولوكيشن كان أصلا المستر سهل أوي، ايه. كان سهل الدرس. ما هو انا كمان بحاول اقوله ببساطه وحته حته صغيره علشان برضو نستوعب. طب في حاجه تانية؟ وحضرتك المستر سهل يس. خالص. using our five senses استخدام الحواس بتاعتنا. مش هما فايف؟ يس يس اه the senses help person collect information from the environment. هو احنا بنجمع المعلومات ازاي؟ بعينينا وبايه كمان؟ وبالودن نسمع. ها بنشوف ونسمع ونحس. ما هي الحواس الخمسه هي اللي بتجمع المعلومات. ايه هم بقى الحواس الخمسه؟ اسمهم بقى يقولوا معايا. ها الهيرينج ها الهيرينج سايت سايت التيست تيست سميل تيست تاتش. تي عن طريق الفايف سينسز ديت بنقدر نجمع الايه؟ المعلومات. يلا كده انا عايز مين بقى يجاوب على الاسئله دي؟ سمر معانا يا سمر دلوقتي ولا فين؟ معاك يا مستر. اصل انا سالنا اديت عليكي من شويه تلاقيك رحت اكلت وجيتي. لا هو اديت بس على السؤال. ماشي يا حبيبتي مفيش حاجة أنا بضحك معاك. يلا يا سمر بص هفهمك السؤال. بقول لك يوز ذا وورد بانك اللي هي إيه الكلمات دي؟ استخدمي الكلمات انا دي. وصلت لا معلم. أنا عايز سمر الأول والسايت والتيست والسميل عشان تجاوبي. أهم الكلمات أهم. بقول لي ايتينج ايتينج إيج ايتينج بيتزا يعني تاكلي أي حاجة يعني. يبقى دي نختار لها كلمة إيه من تيست دول؟ سمر تيست برافو عليك تيست. برافو. يلا يا كريم listen to music. ها ميوزك ال ها سمع هيرينج هيرينج برافو عليك. ايه الشطاره دي؟ ايوه تمام. ايه اسئله سهله. يلا يا فطومه واتش تي في. واتش مشاهدته ده ايه؟ ده بيعمل ايه؟ ساتش اسمها ايه؟ لا اسمها ايه؟ سايت. اسمها ايه؟ سايت سايت. اسمها ايه؟ سوري سايت.
فايف طب هولد ايس، هولد نمسك، هولد ايس لما نمسك التلج يبقى ايه؟ تاتش. ايه رايكم؟ مش درس سهل؟ درس كان سهل قوي. والاسئله لا انتوا لا انتوا ما هتذاكروا معايا وتمشوا معايا خطوه خطوه هتبقوا ممتازين ان شاء الله. يلا طب نشوف حاجه تانية كمان. احنا ماشي. بقى دي الكلمات هي مكتوبه جاهزه اهي. ده ايه ده؟ Nocturnal animals are active at night. عارفين يعني ايه Nocturnal animal؟ يعني ايه Nocturnal animal؟ الأنمات يعني الحشرات؟ لا لا حيوانات ليلية حيوانات ليلية ما بتشوفش الا بالليل، ما بتاكلش الا بالليل، ما بتصطادش الا بالليل. اسمها ايه بقى؟ قولوا معايا نوكتيرنال انيمال. اسمها ايه؟ نوكتيرنال أنيمال. زي الكات، نوكتيرنال أنيمال. بات، كات. بات. قول. قول. ايوه قول. موس. ده ايه؟ موس، فاير فلاي، فيري. ماوس. لكن احنا اللي فاير يهمنا من فلاي. ده كله ايه؟ اللي يهمنا البات. الكلمات وقول نقول بس. ايه يا جانا؟ دخلت يا جانا معانا؟ جانا ولا ما دخلتش؟ جانا هي دخلت بس ما لقطش معاها لسه. خلاص يبقى دي اسمها ايه؟ قلنا ها نوكتيرنال انيمال، نوكتيرنال حيوانات انيمال. ليلية بتاكل بالليل بتصطاد بالليل. مالها النوكتيرنال انيمال بقى دي؟ because of high temperature during the day. هي ليه سموها نوكتيرنال؟ هي بتختفي بالنهار. ليه؟ because of high temperature، الجو حر، تفضل مستخبية بالنهار وتطلع تصطاد بالايه؟ ها بالليل. فهمنا؟ ايه فهمنا. كمان؟ the animal search for food at night. خلي بالنا النوكتيرنال انيمال دي سيرش فور فود ات نايت. يعني ايه سيرش فور فود؟ بتدور على برافو، الفود تدور او بالليل. تبحث عن الطعام ات ايه؟ نايت. عشان كده عشان كده سموها ايه؟ نوكتيرنال انيمال. اسمها ايه؟ نوكتيرنال انيمال. تمام. depend on darkness to catch their prey. هي بقى بتعتمد ان الضلمه ما حدش شايفها بس هي اللي شايفه، هي بتبقى شايفه البري. انتوا عارفين البري يعني ايه؟ الفريسه، الفريسه الصغيره. بتعتمد on darkness to catch their prey، عشان كده سموها nocturnal ايه؟ animal. في حاجة تانية؟ تعالوا بقى كده ناخد مثال. بقول هاو كان نوكتيرنال انيمال كاتش زير براير ات نايت ويزاوت لايت. يعني ازاي النوكتيرنال انيمال بتصطاد بدون لايت، بدون ضوء، حتة ضلمة؟ خدوا السنيك، سنيكس اللي هو الايه؟ تعبان. سنسوري اوف ادابتيشن يوزنج سيرتن بارت ان ذا هيد. السنيك ده بيستخدم جزء في دماغه. الهدف ايه بقى؟ ها تو نو ذا بليس اوف ذا براي، حاجه كده في دماغه زي الايه؟ بتعمل ارسال ويعرف المكان لبراي. طب البات، البات اللي هو الايه؟ خفاش. بيستخدم الايكو خفاش. لوكيشن، ايكو ايه؟ عشان خفاش يعمل ايه؟ تو نو ذا بليس اوف اوبجكت. وممكن بدل اوبجكت نكتب مكانها برضو براي، ما هي برايز الفريسه. اولز اللي هي الايه؟ البومه. البوم. سوبر كابابيلتي اوف هيرنج، عندها قدره الهيرنج. ومش كده وبس، طب الحته دي روتيشن اوف ذا هيد ان اول دايركشن، دماغها بتلف في كل الاتجاهات. وهي طب انتوا قاعدين انت شايفه اللي قدامك، تعرفي تلف دماغك وانت واقفه كده وتشوفي اللي وراكي؟
لا هي بقى تقدر، لا الا اذا انت لفيت لكن دماغك تلفها، لا هي تقدر بقى. طب بتعمل كده ليه بقى؟ to know the weak and far movement and search، اهم حاجه ايه؟ search for prey. ناخدنا امثله عليهم، هل في حاجه تانية؟ طبعا دي بقى هنا اسئله انا موجوده في الكتاب معاكم، وفي كود، مكلولة. ايوه في كود، بس انا عارف سمر يا عيني مش معاها الكتاب، بحاول ابعت لها على قد ما اقدر، وانا هكلم مامتها في الموضوع ده لان ما عادش عندي كتب. المشكله لو في كتاب كنت انا بعته لها. طب في بس يا اسئله مستر ديت الصفحة دي ما فيهاش كود. احنا معانا المعاصر، لا ايه معانا المعاصر وحضرتك عامل كتاب. ما هو مين معايا؟ كريم، أنا مامة سمر، مامة سمر. مامة، ايوه ما هو انا عامل كتاب، واللي بياخدوا معاك دول معاهم الكتاب، في لا احنا نفس معانا الكلام المعاصر اللي دلوقتي. بشرحه بالنص، ما هو برضه زي المعاصر، مش مختلف، بس كمان تمام. الالفاظ اللي انا كاتبها هحاول اتصرف لك في اي نسخه باي طريقه والله، ماشي يا مستر، لان ماشي. لسه برضه شهرين كتار، يعني احنا عايزين ليه هم بيذاكروا من يعني ما يفتحوا الكتاب هم بيبقوا فاتحين معايا الصفحه. حاضر، ما انا مش فعلا هنضيع، بقيت ادور الحته اللي فاتت على اللي حضرتك بتقوله في الكتاب المعاصر مش لاقيها، لا هو موجود في المعاصر بس متلخبط الطريقه شويه. متلخبط. انما نفس النص اللي حضرتك بتقوله انا مش لاقيها في لا الكتاب. هحاول والله ان شاء الله اطبع لك نسخه من الكتاب يعني بسرعه، ما انا بس ان كان صعب لكن هحاول اتصرف، او اشوف النسخه بتاعتي ابعتها لك، اكلمك وابعتها لك. انت معايا فاطمه؟ مش انت معاك الكتاب انت وكريم؟ يس طيب. ويا ام سمر، بيبقى في كود في الكتاب كده، يعني انا هوريه لك دلوقتي، شايفين الكود كان في اول صفحه، شفتوا الكلمات دي؟ لحظه معلش، في كل صفحه معايا ام سمر، معاك حضرتك. اي الكود ده بالتليفون من غير ما تشغلي الفيديو، على طول راح جايب لك الفيديو تقعد تسمعيه، تمام. يعني الكتاب معمول عشان اقول للناس ما تاخدوش درس بجد يعني. المهم هحاول اتصرف. المهم فهمتوا حاجه النهارده ولا ما فهمتوش؟ طيب انا بكره بالكتير ببعت لكم مجموعه اسئله، وبعدين بعمل لكم اختبار، ان كنت ميعادنا احنا الحد، وان كنت برضو بأطمع لو تقدروا تخشوا معايا الجمعه انا ما فيش ماشي يا مشكله. مستر، عشان احنا متأخرين قوي، احنا عايزين احنا ما خدناش، احنا لسه ما في البدايه خالص. ها ايه رايكم؟ هل ممكن الساعه 3؟ ماشي ماشي كريم، فاطمه، ماشي يا مستر، خلاص تمام. يوم الجمعه بعمل حاجتين عشان الوقت، بعمل مش افطار. امتحان، كويز كده 10 دقائق، ماشي يا مستر، وبعدين نشرح، تمام. حد عنده استفسار؟ تمام، او يبقى انا ميعادنا بقى يوم الجمعه ان شاء الله. مستر، نعم، انا الكلمات هتتملى ازاي؟ عشان هيفصل ايه؟ الكلمات طب خليها بعد انه هيفصل مني دلوقتي عشان التسجيل، تمام؟ حابة اكلمك على الواتس. ماشي. يلا مع السلامة، يوم الجمعة الساعة 3 إن شاء الله. طب احنا يا مستر هنسمع الكلمات ازاي؟ حاضر، ما أنا قلت لك هكلمكم على الواتس بعدين مش وقته، يلا. خلينا على الواتس. ماشي.